مساكن يديروا ديك 100 120 فيها عشاء وفطور فهمتيني 120 درهم 120 درهم 130 شلنا حنا خمسه هذا المكان النهار ديالك والله يجعل شي بركه وصافي هذا هو القانون هذا شنو الشهيوات اللي كتوجهك؟ ها؟ شنو الشهيوات اللي كتوجهك؟ حيوات مخلطة لويزات كريكيعات تميلات مخلطين حتى 100 درهم ما كتبانش لك ماشي بزاف و مع السير هو هذا السير هو هذا اش غيدير؟ 100 درهم اقتصد شي زعما اقتصدنا ما نقول شي حاجة نكذب عليك بالنسبة لكم بوحدي أنا نقول لك بحال هذا يطلع ولكن بالنسبة للدار كل مرة واش أنا المهم ماشي حيت جيت ندور يقولوا كيكذب أنا دابا بحال البارح هو ضربت ورق ب 2400 هذه نوض الدار هذه دوار خفيفه حتى حافظ دابا دوار خفيفه هي قليله قليله عاود تخشي واحد 100 درهم يبقى شوي تشبكي شوي تلايبات شوي تلايبات شوي تلايبات حتى تشغي هذا هذه الحياه يعني الشيء اللي كاين في الدار يعني امبار ماشي بحال نقولوا واحد يعني واحد غادي يفطر فطور بوحدو يقدر يطلع يتب 20 درهم 30 درهم 25 درهم بوحدك انت والدار والعائله تقدر تعطيك 100 درهم 150 درهم كركي ودي شويه الحوت شويه تشبكي شويه هذه شويه هذه شويه هذه شويه كروسه شويه خبز شويه وغادا فهمني على حساب لحسب الدنيا شنو كيبان لك شي قدره شراء يعني رخيصه المهم الرحمه المغرب كله رحمه زين كتعود 100 درهم 150 درهم كتقدو كتطلع بحالاتك زوينه بالنسبه احسن حاجه كيقول لك المغرب دير الرحمه احسن 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 الدنيا المغرب ما كاينش بحالها يقول لك شي واحد شي حاجه يكذب عليك علاش 20 درهم كتعود كتضرب كتاخذ ما عرفتش شنو كتطلع كاينه هاد البلاصه كاينه بحال هكا بلاصه اخرى كاينه انا متسنى دابا عطيني اطرط الحليب وردو 6 دراهم كاينه ولا مكاينه؟ مرة على حسب، مرة 100 درهم، مرة 50 درهم، مرة أقل، مرة كثر، على حسب، على حساب اش غادي تقدا تاي؟ البارح البارح وقال لي شي 15 من حمى، اللي تقديت؟ 1500 ربما 30 درهم ولا أنت بوحدك ولا مع الدراري؟ غير بوحدي شحال تقام لك الباقي؟ شي 30 درهم تقريبا فاتك يعني شي هو اللي بغيتي شويه فاهم شنو شي هو الحوت تقريبا امشي والله ما بالضبط ما عارفش يعني اذا انت شحال كتقاول لك 30 درهم ولا ذاك يعني الغالب كيكون برا وفاهم قهوه 35 درهم 30 درهم الغذائيه في رمضان راه كاين شويه السعر مرتفع شويه مثلا البنه راه دابا راه دابا شي الدراع واسير سير شو دابا انا الحال سخون وداك الشيء راه 260 300 بزاف المهم الحمد لله حنا راه معدين وغادي وصافي الفطور كيتقال لي اخويا تقريبا بين الدار عشتان حتى 120 140 درهم حنا 20 فهمتي المهم بلاد ما كيسلك وصافي اخويا خمسة حنا اخويا خمسه في الدار وصافي كل واحد كيدير الباي ديالو وكندوز النهار ديالنا وصافي لا الفطور المهم الفطور وصافي حيت بعد المرض كاع ما فهمتي كاع ما كون كنت تاكل مرة فطور تخرج كدور ترجع تاني كدير شي حاجة وصافي بعدو طالي في الدار مع الدراري فهمتي هذاك الشيء اللي كتعرف وصافي عواي صاير العيبات شي حاجة اللي كتوجد في الدار بعدا ما كتوجدش عندك انت فهمتي كاين فرق بين الدار وبين انك انت بوحدك ساكن والعيبات واش لك لا خويا مسمن تجيبوها من الزرقاء خويا قلت لها ما ناكل الزرقاء المهم انا كنبغي نطالب بان نطالب عندي واحد طلب بعدا انا بغيت نقول يحاولوا يخفضوا شويه من الاسعار فهمتي بحال شي ديال المواد الغذائيه راه شويه طالع شي ديال الديسير ولي شويه اما شي الاخر راه عادي راه بحال رمضان بحال الايام الاخرى عادي الشيء اللي كاين كما تتشوفوا حنا يلاه خرجنا من المحاضره يعني يلاه غادي تمشي ثاني تحط ثاني اللوازم ديالك وغادي تحط وغادي تخرج ثاني تقلب على الفطور ديالك ربما بعض المرات شحال كل مره على حساب راك عارف رمضان فيه الشهوات فيه بزاف شحال من حاجات تتشهى الانفس كل مره وشحال البارح تقريبا تقام علينا ب 50 درهم واليوم باقي ما عرفتش